هذا البرنامج برعاية اهلا بحضراتكم ولقائنا المباشر على الهواء، وبنتعرف من خلاله على الحملات الرقابيه والتفتيش على الاسواق خاصه في فتره رمضان، وهناك استعدادات لاستقبال هذا الشهر، ومنها طبعا ان احنا نحكم رقابه على المعروض في هذا الشهر، لانه بيبقى معروض كثير ووفير ان شاء الله، لكن المهم جودته وصلاحيته وكيفيه التعامل معاه من قبلنا كمستهلكين، لان احنا بنلاقي كتير جدا من الشوادر او الاماكن غير يعني الجيده لعرض هذه المنتجات ممكن تكون موجوده، ممكن يكون في فساد في اللحوم او غيره لا قدر الله، عاوزين نواجه هذه المشكلات. كمان هنتعرف من جانب اخر على المجازر اللي موجوده ودورها وكيفيه تعاملها مع الذبائح المختلفه، وهل هناك استعدادات معينه ايضا تستعد بيها لاستقبال هذا الشهر الكريم. كل هذا واكثر ان شاء الله نناقشه مع ضيفينا الكريمين، الدكتور ميلاد سيدهم مدير عام الصحه العامه للمجازر والامراض المشتركه بمديريه الطب البيطري، اهلا بحضرتك معانا. والدكتور مجدي محمد رضوان مدير عام مجزر المنيب الالي بالجيزه، اهلا بحضرتك معانا. كل عام وحضراتكم بخير ومصر كلها طيبه. وابدا مع دكتور ميلاد ونتعرف كده على الاستعدادات اللي عاملاها مديريه الطب البيطري علشان تستقبل بيها شهر رمضان بشكل مفيد للناس. بدايه بهنئ حضرتك والفريق العمل والشعب المصري كله بشهر رمضان المبارك، يعودوا على مصر والناس كلها بالخير والحب والسلام. بالنسبه لمديريه الطب البيطري القاهره، احنا عندنا فريق عمل متكامل طوال السنة، فيها عمل روتيني ده بيتم على مدار السنة بخطط اسبوعية وشهرية. عندنا حوالي 37 ادارة بيطرية، دي مجموعة الادارات على مستوى 37 حي في محافظة القاهرة. ده العمل يومي من قبل مدير الادارة وفريق العمل معه. وبالنسبة للمديرية عندي الادارة المركزية للتفتيش والصحة العامة والمجازر. العمل خلال 24 ساعة دايما وعلى مدار السنة، ولكن في المناسبات والمواسم بنكثف الحملات، بنرفع حالة الاستعداد القصوى، إلغاء الأجازات بالنسبة للأطباء في المجازر. أنا عندي في القاهرة 5 مجازر، منهم المجزر الآلي بالبساتين، وده بيمثل من 30 ل 35% من مذبوحات جمهورية مصر العربية. بشغل 2 شيفت ورديتين صباحية وبعد الظهر عشان أواجه أي احتياجات للسوق. عندي مجزر ترى ومجزر حلوان ومجزر السلام الخاص ومجزر مول. أطباء التفتيش بنرفع حالة الطوارئ نبطشيات، وده بنعمل متابعة لكل مكان بيعرض فيه كل ما هو ذو أصل حيواني، منتجات حيوانية، لحوم ومنتجاتها، وذات أصل داجيني، الثروة الداجنة، الدواجن ومصنعاتها، وكذلك الثروة السمكية، السمك بكل صوره، سواء إذا كان محفوظ، مملح، طازج. أنتم مسؤولين عن الجودة وطريقة العرض وليس عن الأسعار. عايز أقول لحضرتك الطب البيطري هو هدف الرئيسي بتاعه خط الدفاع الأول للإنسان، وصول سلعة صالحة للاستهلاك الأدمي. أنا اللي مسؤول على أن السلعة توصل للمستهلك من المزرعة حتى السفرة في حالة جيدة سليمة تؤدي إلى الغرض منها وهو الاستفادة ونمو الإنسان. طيب احنا نتكلمنا عن ان هناك 5 مجازر، وبنتكلم عن مجزر يعني المنيب الآلي، ونتكلم عن هذا المجزر وهل له احتياجات معينة بيتم توفرها علشان شهر رمضان واستعدادات خاصة برضو بهذا الشهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أقول لحضراتكم الفريق العمل وكل مصر كل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيب. بالنسبة لشهر رمضان، بالنسبة لمجزر المنيب، احنا بيتم الاستعداد لشهر رمضان بعمل صيانة لاحتياجات المجزر من حيث الكهرباء، من الصرف الصحي، مياه الشرب، أدوات النظافة، كل احتياجات المجازر اللي هي ممكن تزيد مع شهر رمضان. طبعا كل طول السنة في توفير احتياجات، لكن في شهر رمضان في استعدادات خاصة نتيجة زيادة ضغط العمل، وبرضه في شيفت صباحي وشيفت مسائي او بعد الظهر علشان يتواصل العمل ويتحمل ضغط العمل اللي بيكون فيه. مش بس مجزر المنيب، كل مجازر الجيزه تحت اشراف السيد الدكتور اشرف اسماعيل وكيل الطب البيطري في الجيزه، والدكتور اسامه ابراهيم مدير اداره المجازر. بيتم العمل طوال السنه، بيزيد في شهر رمضان عن بقيه السنه
ان بيكون في اعداد اكتر من العادي، فبالتالي بيتعامل معاه بزياده عدد الاطباء، الغاء جميع الاجازات العاملين والاطباء، بيتم توفير الاحتياجات المجزره من الماده السريه والاختام وكل الاحتياجات اللي هي ممكن نحتاجها حتى يعني نواكب الزياده في الاعداد. حضرتك كلمتني عن ان المذبوحات بتزيد في شهر رمضان، هل هي بتبقى زي مثلا فتره عيد الاضحى كده ايهما اكتر؟ يعني هو فتره عيد الاضحى بتكون في اخر 10 ايام قبل العيد او لكن في شهر رمضان تقريبا طول الشهر بتكون في زياده يعني عن العيد، ولكن ممكن يكون في العشر ايام بتوع العيد الاضحى الاعداد اكتر بكتير من الشهر رمضان. وهرجع لحضرتك طبعا ونشوف برضو الرقابه والاشتراطات اللي واجب توفرها في المجازر بشكل عام، لكن دكتور ميلاد يعني لجان التفتيش دي بتطلع في اوقات معينه باعداد معينه، بتروح فين؟ يعني حضرتك بتقول ان انتم مسؤولين عن تقديم يعني سلعه صالحه من اول استلامها وحتى وصولها لمائده المستهلك يعني. فبتروحوا فين وبتتوجهوا لمين يعني علشان تفتشوا عليه؟ هو بعد اذن حضرتك مفيش سلعه، مفيش قطعه لحمه بتطلع من المجزر او تستورد، مفيش حاجه اسمها لحمه فاسده. جميع اللحوم خارجه من المجازر الحكوميه مفحوصه بيطريا بمعرفه الساده الاطباء البيطريين، خارجه 100% صالحه للاستهلاك الادمي، وكذلك الدواجن في مجازر الدواجن بيبقى فيه الطبيبه البيطريه او الطبيب بيفحص قبل وبعد الذبح. ولكن هو الفساد بيجي منين او السلعه بتبوظ منين؟ عندي مجموعه عوامل بتؤدي الى فساد السلعه، منهم نقل السلعه اتنقلت في عربيه مجهزه من عدمه، ممكن اللحمه خارجه سليمه جدا اثناء النهار درجه الحراره فوق ال 40، على بال ما بتوصل لمنفذ البيع ممكن تكون باظت ادى الى فسادها. التخزين مش ما اتحفظتش في تبريد او في تجميد، نمره 3 طريقه العرض في حد ذاتها، كل دي عوامل تؤدي الى فساد السلع. الطبيب البيطري في اللجنه الخارجه المشتركه بيتابع بيظبط العربيات السيارات اللي هي غير مجهزه لنقل المواد الغذائيه زي اللحوم او الدواجن او الاسماك، او بيخش جميع انواع الثلاجات بيفحصها، جميع انواع المنافذ سواء منافذ احنا عندنا في القاهره في حاجه اسمها منافذ ثابته ومنافذ متحركه، مفيش حاجه اسمها شادر، الشادر ده غير مرخص ليه بالمره لان كلمه شادر مش متوفر فيه الشروط الصحيه لعرض سلعه غذائيه. ما حضرتك يعني هو المفروض انه مش موجود، ده ما ينبغي ان يكون، لكن ما هو كائن للاسف الشوادر موجود. لا انا ما عنديش في القاهره، عندي منافذ مصرح بيها بيتم متابعتها دوريه في القاهره، حوالي 52 منفذ لازم يتوفر فيه شروط صرف صحي وتهويه ومياه ومتابعه من الاطباء البيطريين لفحص المنتجات بيطريا. هي هنا بنقول الطبيب البيطري لما بينزل اتمنى من المستهلك يساعده في القيام بعمله، ما يبقاش مقاوم، يعني هو نازل لصالح المستهلك ان هو عايز يفحص له اللحمه او الدواجن او الاسماك بحيث ان هو ياخد سلع صالحه للاستهلاك الادمي. اللي بطلبه من المستهلك يعني يعرف ان اللجنه اللي نازله دي مش عمليه قطع عيش للتاجر او اي حاجه، بل بالعكس انا عايز المنفعه الصالحه المتبادله ما بين التاجر وما بين المستهلك في حد ذاته. بيتابع بقى هنا سواء اذا كانت اللحوم مذبوحه خارج المجازر الحكوميه او بعض التجار الجشعين بيجيب اللحوم المجمده وبيعمل لها اذابه وبيغش المستهلك ويعرضها على انها لحوم بلديه، ده دور الطبيب البيطري في فحصها. الفحص من ناحيه الخواصص الخارجيه الظاهريه هو ده اللي بيقوم بيه الطبيب البيطري كل الادوار دي، واذا كان في مخالفه بيحرر بيها محضر بالمخالفه ويحولها للنيابه المختصه. طبعا اذا كان بناخد قرار السيد النيابه يعني اللي هي المسؤوله اعدم بنعدم، عندنا محارق خاصه في المجزر الالي عشان التخلص الامن عشان ما لوثش البيئه عن طريق بواسطه الاطباء البيطريين. هرجع لحضرتك ونتعرف اكتر على يعني الحملات دي، برضو بيكون مساند ليكم قوات امن او لا او غيرها من الاجراءات، لكن نروح للمجازر مره ثانيه ونشوف عدد المذبوحات اليوميه تقريبا في مجزر المنيب بتبلغ قد ايه يعني، وازاي يعني بيتم الرقابه والفحص يوميا على كل المذبوحات؟ المجزر المنيب حوالي 400 ذبيحه يوميا متوسط، وبيقوم الاطباء البيطريين بالفحص والتاكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الادمي، وبنقوم باعدام اللحوم غير الصالحه وبعد اعدام نقلها لاماكن الحرق عشان نتخلص منها عشان ما تنقلش امراض بعد كده.
طيب دلوقتي يعني الناس اللي بتجيب لكم يعني المواشي دي او غيره، في حاله ان الماشيه مش طالحه، هل بيتم تعويضهم ولا بتتعاملوا يعني بتتعاملوا مع افراد ولا مع جهات؟ لا، بيتم تعويض اللحوم اللي هي الكامله، اللي هي الذبيحه الكامله لما يتم اعدامها، او اذا كان ربع، اذا كانت حالات السن بيتم اعدامها، وتعويض التاجر او الجزار بقيمه الذبيحه حسب الشروط الموجوده في العقد اللي بين الطب البيطري والجزار. طب اسمحوا لي ان احنا نطلع تقرير علشان نشوف موضوع تداول اللحوم في الاسواق وراي المواطنين فيها وفي غلاء الاسعار من عدمه، ونرجع نتابع حديثنا مع حضراتكم بعد هذا التقرير. حضرتك شايف في ارتفاع في اسعار اللحوم والدواجن؟ جدا يا فندم، الدواجن مرتفعه بصوره بشعه جدا، في فرق كبير بين السعر اللي بينزله الجيش والاسعار اللي في السوق. المفروض ان حتى السعر دوت بيتفاوت من يوم ليوم، لا بالعكس، ده كل يوم بيزيد عن اليوم اللي قبله بطريقه غريبه، يعني ما نعرفش ايه السبب، حد يطلع يقول لنا ايه السبب اللي بيخليها تزيد بالطريقه دي. ارتفاع الاسعار مقبول نسبيا بالنسبه لارتفاع الاسعار اللي احنا عايشين فيه كله، وطبعا موجه غلاء عشان خاطر رمضان والناس بتجري على الشراء وكده. ده غلاء فاحش في منتجات اللحوم والدواجن، حتى الغلبان مش عارف ياكل. الفراخ البيضة من سعر 12 جنيه ولا 14 في خلال شهور، في غضون شهور بقت ب 27 جنيه، مين بقى صح يعني صاحب الولاد هيجيب فرخة هتكفي ايه ولا ايه؟ الأول كانت رخيصة وكل حاجة، بس دلوقتي بقت غالية نار، يعني الأول ما كناش بنجيب اللحمة علشان الفراخ عشان كانت غالية، وكنا بنجيب الفراخ، فدلوقتي الاثنين غاليين، هنعمل ايه؟ رب الاسره ما بقاش عارف يصرف ايه ولا ايه، ما بقاش عارف يعني هيجيب منين، يعني حتى بياخد مثلا واحد النهارده بياخد 1000 جنيه، 1000 جنيه ينفكوا بايه؟ النهارده مثلا احنا قلنا ان يعني جاي لنا رئيس جديد وهيظبط لنا الدنيا ويعمل لنا الدنيا، احنا شايفين النهارده كل يوم الاسعار في ارتفاع. في الاول غلوا علينا اللحوم، الناس اتجهت للحوم البيضاء والفراخ والاسماك والحاجات دي. بعدين مثلا لنا الاسماك دي حاجات غلط وكده بهرمونات وكده، وبعدين الفراخ دي بقى غلوها. بقى مثلا اللي هيجيب كيلو مثلا هيجيب نص كيلو، مثلا اللي معهوش طيب مش هياكل. اللحمه طبعا سعرها غالي جدا، ممكن سعرها بيوصل 80 جنيه، بس الحمد لله كويس الجيش بينزل لنا كميات لحمه كويسه. الدواجن، صناعه الدواجن محتاجه وقفه ما بين مربين الدواجن ويعني اللي هم الخاصين بصناعه الدواجن وبين وزاره الزراعه. وقفه عمليه لان الانتاج بسيط جدا، فالاسعار عاليه جدا. راي الناس مش هتاكل في رمضان، راي ايه؟ ان الناس خلاص بتاكل في بعضها، ما هو دلوقتي في جشع، الجشع ملوش مراقبه، خلاص يبقى اي حد يتجشع، في الادويه، في الاكل، في الشرب، في كل حاجه. الاسعار دي اسعار مبالغ فيها جدا، والناس مش عارفه تعيش، ومحدش لاقي ياكل. حتى الطابور اللي هو بتاع العربيه بتاعه الجيش بقى طابور يعني منظر مسيء، يعني لما تشوف الستات واقفه في وسط الرجاله عشان تجيب كيلو لحمه ب 45 جنيه غالي طبعا جدا عليها بتاع الجمعيه. بقول حرام، يعني حرام ان احنا نعيش يعني في كده. طبعا ربنا يكون في عون الناس جميعا، وهم بيتكلموا عن جزئيه غلاء الاسعار اكتر منها عن توافر، يعني ممكن الحاجه تكون متوفره لكن اسعارها تكون غاليه بالنسبه لهم. احنا النهارده بنركز اكتر على المعروض وعلى حاله المعروض اكتر من الاسعار اللي ممكن يهتم بيها جهات اخرى رقابيه يعني. لكن بنعود للاستوديو ونرحب بضيوفنا مره اخرى، دكتور مجدي محمد رضوان مدير عام مجزر المنيب الالي بالجيزه، اهلا بحضرتك من جديد، ودكتور ميلاد سيدهم مدير عام الصحه العامه للمجازر والامراض المشتركه ومديريه بالبيطري، اهلا بحضرتك مره اخرى. دكتور ميلاد، دلوقتي بتروحوا مثلا للهايبر ماركتس او بتروحوا للجزارين، بتروحوا لمحلات البقاله وغيره، ايه اشهر المخلفات اللي بتجدوها عند الناس دي؟ وحضرتك بتكلمني عن حاله اللحمه بس دي انتوا اللي بتكشفوها. احنا لما نكون احنا رايحين كمستهلكين برضو كلمنا ازاي نقدر، ايه الحاجات اللي تساعدنا على ان احنا نعرف جوده اللحمه من عدم؟ وده دور الارشاد البيطري، احنا بنعقد ندوات في عدة جهات في جميع الدور، المدارس، الدور العبادة، الجمعيات، المجتمع المدني، بنعرف المستهلك ازاي يعرف يشتري، ثقافة الشراء والاستهلاك ثقافة غذائية، مش عملية ان انا بص على تاريخ صلاحية بس. مفروض بقول له العبوة اللي انت هتشتريها لازم يبقى محكمة الغلق، عليها كافة بيانات المنشأة والاسم المنتج، الاضافات اللي على المنتج في حد ذاته. ربنا ادانا حواس طبيعية خمسة، نظر والشم وسمع وتذوق وملمس. لما بتيجي تشتري منتج ما تبصش على تاريخ الصلاحية بس، بص على الخواص الطبيعية للمنتج.
استخدم عينيك، انت عارف اللون الطبيعي للحوم او اللون الطبيعي للحم الدواجن او الاسماك، لو في اي تغيير ما تشتريهوش. الملمس في حد ذاته ما يكونش فيه ملمس صابوني او فيه تكون اي فطريات على المنتج. الرائحة، في فرق ان انا اجي اشتري سمك بيبقى فيه ريحة زفارة السمك غير عفونة السمك. ربة الاسرة شاطرة جدا جدا وبتعرف تميز الحاجات دي وهي بتشتري، وممكن اقول لها ازاي تشتري سمك صالح للاستهلاك الادمي، وخصوصا احنا في الاشهر اللي ما فيهاش المايو ويونيو ويوليو واغسطس السمك سلعة سريعة الفساد خلال شهور الصيف الحر. فياريت وهي بتشتري السمك تفحص العين، العين بتبقى جاحظة خارجة لامعة، بتفحص الخياشيم بتاعت السمكة، اللون بتاعها احمر وردي، مفيش اي يرقات للديدان بين تشم السمكة، السكيلز قشور السمكة تبقى ملتصقة جامد جدا بجسم السمكة، لو هي سهلة النزع تعرف ان البكتيريا ابتدت تحللها يبقى السمكة دي قديمة. تفتح الزعنفة تشوف اي فطريات عليها، تضغط على لحم السمك نفسه هل هو جامد ولا ابتدى يحصل تحلل للسمكة. ربة الأسرة شاطرة جدا في الكلام ده، وكذلك هتبص على اللحمة نفس الكلام. لما تيجي تشتري فرخة بننصح ربة الأسرة انها يا ريت تشتري، احنا عندنا مجازر عدة مرخصة بيبقى فيها اشراف بيطري، يا ريت تشتري من المجزر. ليه؟ لان في الطبيب او الطبيبة البيطرية بتفحص الدواجن او البط قبل الذبح وبعد الذبح، ما تلاقيش الفرخة محمومة لونها احمر فيها تغيير جناح مكسور الكلام ده كله، ده دور الطبيب البيطري اللي بنقول ان هو بيراقب المنتج ذات الاصل الحيواني او السمكي او الدجن. وبالنسبة للحوم برضو نديهم ارشادات كده فيما يتعلق بالشكل العام ليها؟ بالشكل العام احنا عندنا في قانون 53-66 المنظم لذبح وتداول اللحوم. عندي حيوانات مصرح بيها فقط للذبح زي الماشية الابقار والجاموس، زي الاغنام الخراف والماعز والجمال، وطبعا في جزء خاص بعنبر خاص للخنازير. وده معظمه بيبقى شغل سياحي مش استهلاك محلي. فاحنا عايزين نعرف هي دي الحيوانات المصرح بيها، اي حيوان اخر؟ لان احنا طبعا بنلاقي في السوق انواع لحوم مختلفة. انا مش عايز اخض المواطن واقول، لان في اكتر من قضية زبطناها هي قضايا الحمير الشهيرة دي بالظبط كده، يمكن اخرها في اكتر من منطقة. الغرض دي ما يقدرش يسوقها، لان في فرق كبير جدا بين اللحوم البقريه اللي احنا متعودين نشتريها واللحوم الدواب الاخرى. ليه؟ لان لحوم الدواب ليها خواص مختلفه تماما، وربه الاسره حتى لو حطت الشوربه قطعه لحمه بقري وقطعه لحمه من الدواب هتختلف في الريحه، في تكوين الطبقه الدهنيه بالنسبه للمواشي بتبقى الدهن او الريمه مسطحه، اما في حاله الدواب او اللحوم الغير مصرح بيها بتبقى في صوره دوائر ذهبيه، نص الحمصه بتاعت الطبيخ اللي هو ذهبي زي فقاعات ذهبيه على الوش، الريحه بتاعتها بتختلف تماما، ريحه اسف الاستبلاط البول بتاع الخيول بتبقى واضحه جدا، وصعب جدا جدا ان جزار او تاجر ان هو يغش بلحم محمول حيوانات يعني اخرى. ولكن اقدر اقول لحضرتك بعض التجار الجشعين بيستخدموها في المصنعات، ممكن تخش في الفارم، ممكن تخش في اي مصنعات. طيب خلينا نتكلم عن المصنعات بعد شويه واروح لدكتور مجدي، واحنا بنشوف اختام للحوم متنوعه في الوانها وفي اشكالها، ندي فكره للساده المشاهدين رايحين برضو يشتروا الاختام اللي بتستعملوها في المجازر ايه هي ودي بتدل على ايه وترمز ليه؟ طبعا بعد كشف على اللحوم واللي صالح منها بيتم ختمه بختم المجزر. ختم المجزر بيكون ليه اشكال، يا اما مستطيلات فوق بعضيها او مثلثات فوق بعضيها. كل جزء من المثلثات او المستطيلات عليه بيانات فيها اسم المحافظه واسم المجزر وتاريخ اليوم ونوع اللحوم واذا كان علامه سريه خاصه بالمجزر. دي بتبقى موجودة في جميع الأختام اللي موجودة على الذبيحة. طبعا الأختام المستطيلة دي للحوم الصغيرة والمثلثات بتبقى للحوم الكبيرة. طبعا معظم اللحوم الكبيرة بتكون الإناث اللي هي لازم تكون تخطط،
ودي بتتختم بختم المثلث. فانا لما اشتري لحمه بعرف اذا كان دي مثلثات ولا مستطيلات عشان اعرف مبدئيا دي لحمه صغيره ولا لحمه كبيره. في نفس الوقت المستطيلات او المثلثات عليها نوع اللحوم، اذا كان ضأن صغير او ضأن كبير، المثلثات تبقى كبير، المستطيلات تبقى صغير. برضو اللحوم البقري البقري بتكون لحوم بقري صغير بالنسبه للمستطيلات، لحوم بقري كبير بالنسبه للمثلثات. بتبقى عليها تاريخ اليوم، وده يدل على ان هي لحمه فريش لسه منبوحه في نفس اليوم، او اذا كان بيتها من اليوم اللي قبليه بيبقى عليها تاريخ. طبعا لما يكون اليوم اللي قبليه لازم نتاكد ان هي الحفظ بتاعها كان مظبوط سواء بالتبريد او التجميد. ده المفروض يعني لو هي مدبوحه قبلها بيوم ونروح نشتريها احنا من الجزار، مش من يعني تتحفظ في درجه حراره شكلها ايه عشان نروح نشوفها فين؟ في دي فريزر مثلا بتبقى مجمده ولا بتبقى فاتحه؟ لا، ثاني يوم ممكن تكون فريش، يعني يكون لسه تبريد بس. لكن اكتر من 48 ساعه لازم تخش التجميد علشان الحفظ بتاعها ما يفسدش. طب بالنسبه لقرار حظر البتلو، حظر برضو نتاكد، حضراتكم بتاكدوا ازاي من يعني انه بينفذ؟ بالنسبه للمجزر ما بيدخلش الغير اللي هي الغير صالحه للتربيه، وده بيتم الكشف عليها مبدئيا، وبتختم بختم العوارض علشان نبين ان دي لحم ليها يعني استثناءات خاصه للذبح عشان تنفذ ذبحها، غير كده بيبقى محظور ذبحها طبقا للقرار الوزاري. بيجي لكم ناس يعني ببتلو صغير للذبح وبترجعوهم مثلا؟ طبعا لما بيكون في غير يعني مش ما ينطبقش عليه الشروط بيتم رجعها للناس اللي هي المفروض ان هي تتربى عشان تدينا ولادات، لازم محظور ذبحها. الاستثناءات دي بتكون في حدود ضيقه جدا. دكتور ميلا كان ليك تداخل معايا للدكتور مجدي. النقطة بتاعت العجول البتلو هي مش غير صالحة للاستهلاك الأدمي، هي غير صالحة للتربية، عشان صالحة تاخد منها نتاج. يعني الفلاح أو المربي لو خلى العجل البتلو ده عنده مش غير مجدي للتربية، فده بيتعمل له محضر إثبات حالة إن هو عنده فتق سري، عنده كسر، عنده غير صالح للتربية للإنتاج. في الحالة دي ممكن نذبحه، يعني هو هي اللحم بتاعه صالح للاستهلاك الادمي ولازم يخش المجزر زي ما الدكتور مجدي تفضل وقال مشكورا ان هو بيتختم ختم عوارض، بس بعد اثبات حاله بلجنه خاصه من الرعايه والوقايه البيطريه مع طبيب المجزر عشان يثبت ان هو استكمالا لنقطه الاختام بعد اذن حضرتك يا دكتور مجدي، الالوان بتاعه الماده، يعني يمكن الدكتور مجدي تفضل واتكلم على اشكال المثلث والمستطيل، ودايما المستطيل هي اللحم الاصغر يعني الاصغر سنا. ولكن احنا عندنا الوان بتميز انواع اللحوم. انا عندي جميع الحيوانات او اللحوم البلديه تختم بالختم الاحمر القرمزي اللي هو الاحمر الفاتح، والحيوانات اللي هي جايه استيراد اللي هي عجول حيه وبتخش على المجازر الحدوديه بتذبح في المجازر الحدوديه سواء سفاجه العين السخنه ابو سمبل العامريه، بتخش من المحجر من الميناء على المجزر، تقعد فتره اراحه 48 ساعه وتخطف. في الحيوانات دي هي لحوم مذبوحه داخل مجازر جمهوريه مصر العربيه، ولكن عشان تبقى مميزه ومختلفه عن اللحوم البلديه بختمها باللون البنفسجي، وده اختام اللون البنفسجي عليه نفس البيانات اللي قالها الدكتور مجدي بالنسبه دي الاثيوبي. دي لحوم مستورده لكن مش مجمده، مذبوحه في الداخل، عجول حيه دخلت جمهوريه مصر العربيه والذبح الفوري. عندي نوع اخر من اللحوم اللي هي جايه ودخلت الكارانتينا وقعدت فتره حجر، بتخش الحجر البيطري يحصل لها عمليه كاسترايزيشن اللي هو احنا الخاصي، بعالج وبحصنه من الحمى القلاعيه وحمى الوادي المتصدع لمده 40 يوم، بغير له العليقه بتاعته والعلف، فبالتالي بيكتسب الطعم بتاع اللحوم البلديه. بعد كده بعد 40 يوم تخرج من المحجر بجواب بطبيب بيطري متسفر عشان ما تنزلش للسوق، تخش وتتذبح وتختم احمر. فلازم المواطن يعرف اللون الاحمر القرمزي ده لون اللحوم البلديه، البنفسجي بالنسبه للحوم المذبوحه داخل الجمهوريه. اما بعض احنا ختم حيوان الخنزير او لحوم الخنزير بيبقى واخد اللون التركواز، وده ختمه بيضاوي ليس مثلث وليس مستطيل، ختم البيضاوي ده الفرق. هي بس الوان الماده المستهلك ممكن يفرق بين الماده دي
مادة غير ضارة لصحة الإنسان بتتحضر في معمل واحد على مستوى جمهورية مصر العربية، معمل تحضير المادة ده في المجزر الآلي في البساتين، المواد مع المادة السرية مع مادة كوارمازين بيتحضر ويتوزع على 480 مجزر ونقطة ذبيحة على مستوى الجمهورية. طب عشان يبقى في كنترول للمادة الملونة اللي بتدخل. لكن في ناس كتيرة بتقول إن الأختام دي ممكن تقلد دلوقتي، هل يمكن تقليد الأختام دي دكتور مجدي؟ يعني هو في صعوبة شوية في تقليدها، لكن فريق الكشف اللي هو التفتيش على اللحوم بيقدر يفرق ما بين اللي هي موجودة في المجزر أو اللي هي مقلدة، وده برضه نتيجة معرفة العلامة السرية اللي موجودة في المجزر وإن هي بتتغير كل فترة، فبيبقوا متابعين بحيث يقدروا يوصلوا إن دي إذا كانت مقلدة ولا إذا كانت موجودة في المجزر، وبالتالي يحكموا عليها إذا كان صالحة أو إذا كان مذبوحة داخل السلخانة أو خارج السلخانة. دكتور ميلاد كان قال إن اللحوم مفيش حاجة اسمها لحوم فاسدة، لكن النقل أو العرض هما اللي بيفسدهم، فإيه الإجراءات اللي بتاخدوها داخل المجزر وإيه الكشف بيتم إزاي على أي ذبيحة داخلة علشان نتأكد من سلامتها؟ إيه الحاجات اللي بتشوفوها، اللي بتشوفوا مثلا على الكبد، على إيه بالظبط؟ طبعا هو مجرد يخش الحيوان بداية للمجزر بيبقى فيه حاجة اسمها كشف ظاهري. الكشف الظاهري بيتم فيه تحديد إذا كان في أي عيوب في الذبيحة، كسر أو بعض الأمراض اللي هي ممكن تديني حق بالكشف بعد الذبح، مثلا زي زيادة السلفيشن اللعاب مثلا بزيادة عن اللزوم، فده ممكن يكون فيه أمراض معينة زي الحمى القلعية زي الطاعون، بيبتدي الكشف عليها بعد كده في بعد الذبح، وبيكون في تنبيه للدكتور اللي بيكشف إن الحالات دي ممكن تكون مصابة ببعض الأمراض. ممكن الحيوانات دي تكون مجهدة، بيجي بعد الكشف بيتأكد إن هي النزيف حصل نزيف كامل ولا غير كامل، إذا كانت مصابة بالصفرة، إذا كان الصفرة يتم إعدامها حسب الشروط اللي موجودة حسب الدرجة بتاعتها، وإذا كان مثلا في حمى بيتم إعدامها. في كشف بيبقى على الغدد الليمفاوية للتأكد من خلوها من السل، وده مرض برضه من أخطر المرض اللي بتتنقل للإنسان، لأن الميكروب بتاعه بيبقى مقاوم للحرارة وممكن يفضل متواجد بعد التسوية. الحيوانات المصابة حسب القوانين اللي موجودة في المجازر بيتم إعدامها والتخلص منها بعد كده بالحرب، أما الحيوانات السليمة بيتم ختمها بختم المجزر بعد التأكد من صلاحيتها لاستهلاك الأدوية. دكتور ميلاد حضراتكم في الحملات دي واحنا كمان كمستهلكين، يعني ممكن الجزار يقطع لنا حته بعيده خالص عن الاختام فانا مابقاش شايفه في ختم او مفيش، وعايز اعرف برضو صلاحيه اللحوم دي، هل في حاجه تفيدني في الموضوع ده؟ انا ببعت اجيب لحمه مثلا من الجزار ما بتجيليش بختم، لكن هي بتجي متقطعه كباب حله او سكالوب او اي حاجه بالظبط، هعمل ايه بقى؟ دايما بنوجه ربه الاسره انت عايزه اللحمه تطهيها ايه؟ الجزار بيفرح جدا جدا لما المستهلك يجي يقول له اديني كيلو لحمة احمر، بيعرف ان هو يعني مش ما بيعرفش يتذوق، ولكن لو قال له اقطع لي حتة انا هعمل لحم خضار، عايز من السن متقصفة على تلك الريشة، عايز من الرقبة، عايز من الانتر كوت، بيبقى الجزار عارف ان المستهلك اللي قدامه عارف هو بيقطع ايه. فاحنا بنقول للمستهلك شوف حدد حضرتك عايز اللحمة تطهيها بأي طريقة، لأن كل جزء في الذبيحة ليه درجة حرارة معينة للطهي، ليه طريقة تسوية معينة. يعني العرق الفليتو شد لحمته ناعمة، بقدر أعمل منه اللحمة الباردة على البخار بيتربط زي الانتر كوت التربيانكو وبجهز منه. عايز أعمل بوفتيك، ناس كتير جدا تروح للجزار تقول له اديني كيلو لحمة أحمر وش الفخدة عشان اعمله مفتيك. وش الفخده ده اخشن حته خشنه جدا في الذبيحه، محتاجه دق جامد جدا لان البفتيك مش بيتسلق، بنحمره فبيبقى ناشف شويه. فانا بقول للمستهلك لو هتروح تجيب بفتيك قول له عايز حته من الرمانه من المدفونه السمانه من جوه، ليه؟ لان دي حته اللحمه ناعمه. فبنقول للمستهلك لازم تبقى عارف في فرق بين اللحم البقري واللحم الجاموسي، انت عايز تاكل ايه؟ لو عايز لحم بقري بيبقى ليه خواصه اللي هو اللحم الاحمر الوردي، اللون الدهني بتاعه مائل للصفار شويه، الملمس بتاعه بيبقى جليسي شويه بمزلق. اما اللحم الجاموسي هتلاقيه اكثر جامد شويه،
هتلاقي الدهن بتاعه ابيض شمعي مفصص، ما بيتزحلقش ما بيمزلقش زيه زي البقري، عشان تبقي حضرتك عارفه ان انت بتطلبي ايه من الجزار وعايزه تاكلي لحم بقري ولا لحم جاموس. طبعا ريحه اللحوم الضأن الخراف الريحه المميزه بتاعت الليه والدهن بتاعها، وطبعا حجم اللحمه بتبقى مختلف. فتاني بنقول لربه الاسره بصي على لون اللحمه، اللون اللي انت عينك متعوده عليه الطبيعي احمر وردي، كل ما اللون بقى غامق اخذ احمر غامق بقى بني اعرفي ان اللحمه كبيره في السن، حتى لو ما عليهاش اختام انت بتقدري تميزي حضرتك. بتبصي على الدهن مفيش اي تغيرات في الدهن بتاع قطعه اللحمه اللي حضرتك هتاخديها، مفيش ريحه تزرنخ او رانسيديتي في الدهن، الملمس بتاعها مفيش ملمس صابوني، لا لحمه عاديه مفيش اي فطريات، كل العوامل الريحه بتاعتها الزهامه بتاعت اللحمه مش في ريحه بكتيريا او عفونه في اللحمه. طبعا الموضوع اللحوم ده اكيد يعني ربات المنزل هيبقوا يعني مهتمين بيه جدا، لكن للاسف وقت الفقره انتهى. بشكر وجود حضراتكم معانا، ويعني بشكركم على مجهوداتكم في مديريه الطب البيطري على مستوى الجمهوريه. حضرتك ليك كلمه. استاذه حضرتك يمكن موضوع الاسعار موضوع الاسعار سهل جدا ان احنا نتحكم فيه. انا بناشد معالي وزير الزراعه دكتور عصام نبص بصه لمشروع البيتيلو، اوفر الاعلاف هي غلاء اسعار الدواجن سواء او دواجن او لحوم نتيجه ارتفاع اسعار الاعلاف، لو وفرت الاعلاف بكميات مناسبه هقدر اخفض الاسعار شويه. وده احنا يعني نزرع ذره وناخدها من الفلاح الموضوع يبقى افضل، بس المهم ان اتحاد الدواجن يعني ياخد الاعلاف من الفلاحين او الذره من الفلاحين لانها هتفرق مع المستهلك في النهايه. تاني حاجة دور الطبيب البيطري، احنا عندنا عجز جامد جدا في عدد الاطباء البيطريين، يمكن الدكتور مجدي في المجزر يقول هذا الكلام بيعاني من ايه. فبرجاء تاني مرة تاني للقائمين على تعيين الاطباء البيطريين، اعادة تكليف الاطباء البيطريين، لان انا عندي عجز جامد جدا، الطبيب يمكن بيشتغل اكثر من 18 ساعة في اليوم. صحيح. كلمة اخيرة بقى لدكتور مجدي بما اننا استمعنا لدكتور ميلاد، برضه اسمع من حضرتك كلمة اخيرة قبل ما ننهي الفقرة. وبالنسبه للمجازر طبعا نقول ان احنا بنوفر كل الامكانيات لزياده الاعداد، وان شاء الله يعني نقدر نوفر اللحوم لصالح الاستهلاك الادمي، ده دورنا وده لازم نقوم بيه، وكل الاطباء البيطريين على جميع المستويات بيقوموا بخط الدفاع الاول فعلا للصحه العامه للانسان. بشكركم، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا، كل سنه وانتم طيبين. وحضراتكم طيبين. وبعد الفاصل لسه فقراتنا مستمره مع حضراتكم، ونروح لجهاز حمايه المستهلك ودوره هو الاخر في ضبط الاسعار وفي التحكم في هذه المنظومه وتلقي شكاوى المواطنين، علنا نصل الى امكانيه فعلا لضبط الاسواق مش بس عن طريق توفير السلع، لكن كمان عن طريق ثقافه المستهلك ووعيه بحقه اللي ممكن يطالب بيه من خلال جهات متعدده. بعد الفاصل نستكمل لقاءنا. هذا البرنامج برعايه